الخرطوم. تعالوا نشوف مع بعض المصريين، لانه زي ما استاذ عماد قال الحقيقه الناس دي طالعه بحب، والناس دي طالعه برغبه حقيقيه ان هي توري الشعب الامريكي وتوري او تظهر لوسائل الاعلام في العالم كله انها تدعم الدوله المصريه. الرئيس عبد الفتاح السيسي هو رمز، هو رئيس لجمهوريه مصر العربيه. دعمهم ليه واحتفالهم بقدومه للولايات المتحده الامريكيه ومشاركته في اجتماعات الامم المتحده، فكره الدعم ده من المصريين وفكره الجاليات المصريه اللي طالعه هناك باعلام مصر وبهتافات جميله جدا صادقه وطالعه من القلب، دي جميله جدا. اتمنى انه زي ما احنا هنا في الميديا المصريه بنظهرها، اتمنى انه الميديا العالميه كمان تظهر هذه الاصوات الجميله العذبه الصادره من القلب. تعالوا نشوف مع بعض. يعني حتى لو هم مصريين عايشين في امريكا وبطبيعه الحال خلاص بياخدوا بقى اللغه هناك وبيتكلموا، فبطبيعه الحال في الهتافات وي سبورت سيسي، لونج ليف ايجيبت، نحن ندعم السيسي، ويعني تحيا مصر، لونج ليف ايجيبت. بس كمان لازم نختمها بتحيا مصر، يعني اجمل شعار واجمل نداء، وبجد الفرحه دي طالعه من قلوبهم. وانا سعيده ان هم قالوا الهتافات دي اغلبها قالوا باللغه الانجليزيه، واتمنى زي ما بقول انه يعني وسائل الميديا العالميه زي ما حاولت تظهر الكثير من الجوانب المظلمه اللي حاولت جماعه الظلام انها تصدرها عن مصر وعن شعب مصر، اتمنى ان وسائل الاعلام الاجنبيه كمان تظهر هذا الجمال وهذا الحب من المصريين المقيمين في الولايات المتحده الامريكيه، خارج يعني اللي طلعوا يستقبلوا الرئيس ويقولوا له وي سبورت ايجيبت. ولو انه الرئيس لو كان واقف وسمع وي سبورت ايجيبت كان هيقول لهم تحيا مصر، وي سبورت سيسي، وي سبورت ايجيبت، تحيا مصر. وان شاء الله يا رب تكون زياره موفقه، وان شاء الله الكلمه تكون كمان مهمه جدا، والاجتماعات الثنائيه لان الرئيس كمان المفترض ان هو اعتقد هيجتمع بما يقرب من 20 رئيس دوله اخرى، يعني في اجتماعات كثيره ما بين ثنائيه ومتعدده، ان شاء الله تكون نتائجها كلها مبشره بالخير باذن الله.